للمزيد أيضا من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلي من القاهرة الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز. مرحبا بك دكتور محمد. إذا موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت، له ثوابت معروفة تاريخيا منذ بدأت هذه القضية، وما زالت مصر تعمل على هذه الثوابت التي تتعلق بحل الدولتين، إيقاف الاستيطان، المصالحة الوطنية الفلسطينية وما إلى ذلك. وحتى بعد أحداث 7 أكتوبر مصر كان لها خارطة طريق واضحة لاحتواء الموقف. ما هو مدلول هذا، وخاصة فيما يتعلق بمحاولات التشكيك ومحاولات المزايدات أيضا على مصر في دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية؟ أهلا بحضرتك. والحقيقة يعني ما تشيريه من يعني تساؤلات في هذا السؤال المهم جدا يخليني أكد بس على حاجة، أنه يعني دعينا نتفق على أنه دور مصر في القضية الفلسطينية هو دور دائم، ودفاع مصر عن تقديمها لهذا الدور هو أيضا دفاع دائم، لأنه إحنا بنلاقي طول الوقت من يحاول التشكيك في دور مصر. ويمكن هذا التشكيك بدأ من بعد 30 يونيو تحديدا، لأنه كل ما تقوم به مصر على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي بتلاقي فيه منصات كثيرة جدا إعلامية وأمنية تحاول أن تلحق أكبر درجة من التشويه والتشويش والشوشرة على هذا الدور، سعيا للانتقاص من مصر ومن دور مصر. لكن الحقيقة على الأرض كما يراها الجميع، يعني كما كنت تستعرضين الآن وكما رأى الناس تحديدا من 7 أكتوبر 2023، هذا تاريخ مفصلي لسبب أنه الدور الذي قامت به مصر كان من الزخم إلى درجة أن احنا نقسم هذا الدور، لأنه لا نتحدث عن دعم مادي مقدم في المواد الغذائية والدواء والوقود والمياه وسيارات الإسعاف وإغاثة الجرحى ونقلهم إلى مصر، والأرقام إنه دالة جدا، لأنه المساعدات التي دخلت إلى غزة حتى الآن من 7 أكتوبر إلى الآن نصيب مصر منها يصل إلى 87%، وأعتقد هنا إنه النسبة دالة جدا. لكن الأهم كمان، رغم يعني ضرورة هذا الدعم المادي، لكن مصر بتشتغل على دعم دبلوماسي وعلى دعم سياسي ثم على دعم نفسي أيضا، ودي نقطة مهمة جدا قد لا يلتفت إليها الآخرون. نعم. الدعم النفسي اللي قدمته مصر إنها أشعرت الفلسطينيين أنهم ليسوا وحدهم وأنهم ليسوا متروكين لجيش الاحتلال ولآلة القتل الإسرائيلية تفعل بهم ما تشاء. كان من اللحظة الأولى، ويمكن لما زرت معبر رفح ولقيت الشباب المصري اللي واقف، شباب مصري ب 18 سنة و 19 سنة و 20 سنة، القضية واضحة جدا، وكنا نسألهم فيقولوا إن إحنا هنفضل موجودين هنا عشان إخواننا على في غزة يبقوا حاسين بإن إحنا موجودين. يعني كانت وقتها في تعنت إسرائيلي كبير جدا ضد إدخال المساعدات وتعطيل إدخال المساعدات، لكن الشباب كانوا موجودين ليل ونهار وما كانتش الأمور بتتحرك، لكن هو بيقول أنا موجود عشان يشعر الفلسطينيون إن إحنا جنبهم هنا وعلى القرب منهم هنا. هذا الدعم النفسي اللي من اللحظة الأولى مصر بعتت رسالتين مهمين جدا، إنها تحافظ على الأمن القومي العربي دول الجوار مع إسرائيل، وتحافظ على القضية الفلسطينية من التصفية، لأنه المخطط الذي تم رسمه بعناية بعد 7 أكتوبر هو ألا تكون هناك قضية فلسطينية، ألا يكون هناك فلسطينيين، ألا تكون هناك أرض فلسطينية. ودفعت مليارات الدولارات لحملات إعلامية كبيرة جدا حتى يصبح الحق مع إسرائيل ويصبح الباطل مع الفلسطينيين أو مع حماس. ولولا ما قامت به مصر وما قام به إعلام مصر، وفي هذا الإطار الحقيقة يعني أجد نفسي لابد من الثناء والشكر لما تقوم به القاهرة الإخبارية، لأنها كانت في هذه القضية صوت الحق، وقدرت القاهرة الإخبارية وقدرت منظومة الإعلام المصري أن تقود الخطاب الإعلامي العربي
يعني كان هناك من يتردد، وكان هناك من يكمن، وكان هناك من هو ساكن ينتظر ما تسفر عنه الأحداث. الخطاب الإعلامي العربي لم يكن خطابا واضحا ولا صريحا ولا مستقرا ولا متجها إلى مصلحة القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، لولا أن الإعلام المصري قاد هذا الخطاب إلى حالة من الاستقرار الكبير، لرفض كل ما تقوم به إسرائيل، لرفض تصفية القضية الفلسطينية، لرفض الضغط الدولي على مصر وعلى العرب للقبول بحلول الأمر الواقع اللي كانت تفرضها إسرائيل. النهاردة لما حد يجي يشكك، للأسف الشديد لما بتلاقي فيه أصوات مشككة، هذه الأصوات دون أن تدري هي بتتبنى الأجندة الإسرائيلية. يعني عندما وقفت إسرائيل في محكمة العدل الدولية واتهمت أو ألمحت إلى أنه مصر هي السبب في عدم دخول المساعدات وأنها مش فتح المعبر، وجدنا من يتبنى هذا الخطاب ومن يتبنى هذا الادعاء من أهل جلدتنا هنا ويتهمون مصر بهذا الاتهام. وده أمر محير جدا، أنه كيف تتبنى من تعرف جيدا أنه خصم، يعني هذا خصم واضح ويدير آلة القتل بشكل كبير جدا. فهنا هذا الدعم اللي أنا بعتبره الدعم الأكبر، دعم النفسي، أن هم عارفين أن ليهم ظهر. وجزء كبير جدا يقول لك انت سايب الفلسطينيين، انه كل هذا القتل بتتكلم على اكثر من 75 الف مصاب، بتتكلم على 33 الف شهيد، بتتكلم على اطفال وعلى نساء، دون ان يدروا هؤلاء اللي بيقول لك انه احنا الناس سايبينهم، هؤلاء يدافعون عن ارضهم، هؤلاء لو خرجوا من ارضهم انتهت القضيه تمام. فالدعم هنا المصري الحقيقه والدور المصري دور مركب جدا. لما بتتكلم على الدور السياسي، وهنا موقف مصر الواضح إيه؟ إنه عندما يتم توحيد السلاح في فلسطين، وعندما يتم توحيد كل الجبهات وكل الفرق ويبقى هناك صوت فلسطيني واحد، مصر تدرك أن هذه ستكون البداية الحقيقية للوصول إلى حل حقيقي بدون هذا التوحد. ولذلك جهود مصر هنا لا تنقطع في الوصول إلى أن تكون فلسطين. صحيح دكتور، هذا دعم محمد كبير جدا الحقيقة، لا يستطيع أحد أن يعني لا يتغفل عنه ولا يتجاهل. صحيح دكتور محمد، أشكرك على هذه الإفادة وهذا التعليق، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد الباز، كنت معي من القاهرة.